راحة البال راحة البال موعد أسبوعي بالعيادة النفسية أمينة بوحجر. صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصتكم الأسبوعية راحة البال. طبعا سعى من خلال كل عدد توفير الراحة النفسية اللي تريحكم، نعطيكم الراحة النفسية، نعطيكم راحة البال من خلال الأجوبة على كل الأسئلة اللي تطرحوها سواء عبر البريد الإلكتروني amina-8-yahoo.fr أو عبر صفحة الفيسبوك إميشن راحة البال. إذن دائما نختار المواضيع على حسب الأسئلة نتاعكم. اختاريت اليوم موضوع معظم الناس يعانيوا منه، يعني رجال ونساء، لكن هكذا باش نبسطوا هذا الموضوع نتاع اليوم، حنحاول نعطي مقدمة باش نوصل الكلمة اللي نوصلها واللي يعرفوها يعني معظم الناس فيكم. إذن كل واحد يتكلم على التعب يعني اللي يحس به. احنا نتكلموا على التعب من الجانب المهني، يعني يقول لك وليت نعيا، وليت ما نرقدش مليح، وليت مقلق، وليت هذيك لونفي دو بارتير ترافاي، اللي نروح نخدم ما ننجمش ما نقدرش، نحس بلي راني مقلق، نحس وقتاش يكمل ساعات على الخدمه. دونك تو سا كثير من الناس يتكلموا عليه، يقول لك واش بيا، اسكو هذا قلق، اسكو راني داخل في انهيار عصبي، اسكو هذه الاحساسات كانت عندي ما فقتش بها. دونك هذا الكلام كامل يتكلموه الناس ونشوفوها ونلاحظوها في من خلال حصص الفحص مع الناس اللي يجيو. كل هذا الكلام يعني يعبر على إرهاق يحس به الإنسان في الجانب المهني، إرهاق يحس به الإنسان يعني في العمل نتاعه، يحس أنه مثلا ما راش يخدم كما اللي كان، ما راش يعطي الكثير من يعني من الإمكانيات والقدرات نتاعه كما اللي كان، يحس أنه مقلق، يحس أنه مثلا ما يصيبش استمتاع ولا نونفي دو ترافاي، يعني هذيك لونفي، ديك الرغبة أنني نمشي ونخدم. باسكو علاش كل واحد يعني كل إنسان باش يوصل للخدمة يعني مهما كان
مت هذه المهنة. نقول أنه مثلا يتعب يجري يقرأ بتاتخ مما يقراش يعمل يعني يجري باش يوصل لي مهنة قال راني نخدم حاجة الفلانية هاد الحاجة يعني ما جابهاش غير هكذاك سيغتانمون كجرى عليها. دونك هذيك الرغبة أننا نخدم ونروح ونشوف زملاء يعني زميلات نتكلموا معاهم نشوفوا كيس كيس باس دون لو موند صادير بالاحتكاك نتاعنا بالمجتمع جينيرالمون الناس اللي يخدموا تمهم انتيغري مع لا سوسيتي مع المجتمع صادير لو فات اللي يشوف كل يوم الزميل ولا الزميله نتاعو يتكلم معاها على العمل وهذا الشيء يخليه انه يعني عنده احتكاك مع المجتمع. كل هذا اذا ما بقاتش هذيك لونفي اذا ما بقاتش ديك اللذه نتاع هذا العمل اذا ما قمتش باعطاء يعني حاجه يعني المليحه الايجابيه اللي عندي داخليا هنا هنا ساسون مان هنا نقولوا بلي كاين حاجه اللي يسميوها البيرن اوت. البيرن اوت هذا يعني يمثل كامل هذه الاشياء اللي تكلمت عليها هو الارهاق يعني الارهاق ليبيزمون بروفيسيونيل يعني الارهاق اللي يجينا من العمل اللي نحسوا به في العمل بوكو بلوس يقول لك انا ما قدرتش. كاين الناس اللي وصلوا قالوا تلمو كيعمل دي مالادي دي مالادي ما نقدرش كي نخمم باللي يعني راح ندخل نخدم جو ديفلوب اون انغواس يجيني قلق داخلي يجيني خوف من هذيك الدخلات من صديق. كاين الناس اللي وقفوا توقفوا على العمل تماما من هذا لو بيرن اوت هذا التعب اللي يحس به كل انسان او انسانه. دونك لا بون جيساي دو دوني جوستمون une introduction لي يعني عامه مقدمه عامه نتكلموا فيها على هذا الموضوع لكن نعطي لا ديفيرونس انت لا فام اي لون بيان سور لكن نتكلموا على الرجل اللي يعاني من البيرن اوت يعني هذا الارهاق هذا ليبيزمون بروفيسيونيل. نشوفوا انه جوستمون الهدف نتاعي من هذه الحصه تاع اليوم يعني يكون هناك تفاهم من طرف العائله تفاهم من طرف المدير تاع بالك تاع المؤسسه تفاهم من الناس اللي دارين بنا ان هذا الانسان يعاني سيتادير راه في قلق راه في توتر راه في الضغط اثر عليه. دونك نتكلموا على الرجل جينيرالمون الرجل سي فري كو كيعاني من هذيك الضغوطات. مثلا شفت التصريحات نتاع الرجال يجيو في لا كونسلطاسيون يقول لك مثلا واحد خرج اون ريتريت لي دو الاخرين مازالهم يبداو في التجربه الاخر دونك حسيت كل العمل يعني تراكم عليا حسيت كل راني نخدم عمل نتاع سته تاع الناس. دونك هذا الشيء اللي خلاني ندخل في البيرن اوت خلاني ندخل في هذيك هذاك الضغط في العمل وهذاك القلق وخلاني ندخل في توتر يعني نفسي. دونك نشوفوا انه هو يعبر على هذا الشيء لكن بوتيتغ كي يخرج للمنزل لان الحاجه اللي راني نتكلم عليها بوكو بلوس مثلا كي يخرج من هذا العمل ويدخل للمنزل مثلا اذا كان متزوج لازم المراه تاخذ بعين الاعتبار هذا الارهاق يعني تلاحظ كون طوني ماري اوتوماتيكمون اون رمارك نلاحظوا الاشياء اللي في الزوج نتاعنا اسكو راه مليح ما راهش مليح راه عيان. دونك اذا شفنا هذاك العيا ستادير سا صغير Je vous remercie.
يعني
Thank you.
Thank you.
يعني تراجعوا على نفسه ويحددوا الحاجه العلميه كانت تضحى، لكن بالذات الناس بيسموها بالبرن اوت او الاحتراق النفسي. الاحتراق النفسي بس انت ما تشكي كلك نحسوا نفسي احتراق من الداخل، يعني نحسوا نفسي مش من الداخل، يعني نحس نفسي منعطي من الطاقه الداخليه اللي بقيتي نزيد منها. يعني كما كنت واحد تقدر نحس انه يعني معناتها نزيد يعني نزيد نحن مش على يعمل هذاك الزمن نتاعي ونحسن توفيقي. دونك كما نقولوا نحبسوا نعملوا روحه، يعني روحه كما كنت انا روحه في القدر ما نخدمش، مي مع نفسي يعني روحه اللي نتراجع مع نفسي ونجي كل البيت كان في بروحي الثاني كان ممكن كنقول لازم نحكي كان بس نحكي كان مازال نتعامل ندخل نروح نشرب الماء معاك نرفع المزاحف وتشرب كلام هذاك اللي طاق طاق يخليني نسمعني نساعدك بوقت التعامل وما ندخلش في دوامة هذاك نتواصل مع أي تساؤلاتكم نشوفكم على أحسن حاجة في التليفون. ألو ألو صباح النور إذا تلتان حبيت نتكلم برك مع الممكن بالحصة ماذا تفضل شيء من الله؟ من سعيد 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 من تنسان؟ نعم نعم من الجزائر من الجزائر من الجزائر يعني اسمه مرحبا بك ومرحبا بالناس العاصمة تفضل. ألو نعم نعم في السماء عندها مباشرة تفضل. ألو نعم نحن في الاستماع سيد سعيد من الجزائر. حبيت نتكلم مع الأستاذة. نعم أستاذة معك تفضل. معي أيوة شوفوا هذه البرنامج تاع حياة الواقع برنامج مفيد معلوماتي. لاحظت بنا يعني حتى الطريقة تاع الكلام بيداغوجية. وما أجمل شيء هو عندما نسمع المستمع يقول لك أنا مرتاح، يعني حتى البرنامج تاعك تعجب الناس عن طريق الكلمة. أنا أقول لك موفقة إن شاء الله. يعطيك الصحة على الأسئلة والمشاركة نتاعك، وشكون على البرنامج؟ وشكون على الإرهاق المهني؟ الإرهاق المهني؟ هو في الواقع اللي لاحظت بعد يعني شوية سمعت بعض المستمعين هو الإنسان في الواقع في حاجة إلى راحة. كي نقول راحة يعني يعطي وقت للعمل تاعو، يلزم ينظم روحه، وكذلك يلزم كي يدخل البيت يلقى الجو العائلي لاباس يعني تساعد. نعم، ولاحظت بانك تتكلم كثير على الشيء هذا، يعني عندما الانسان يدخل البيت يلزم توازن داخل الاسرة بالطبع. هذا هو المهم. لأنه نحس بالراحة الداخلية لأنه مبتول أكثر من خلال هذه الراحة. أنا في الواقع كلمت يعني كلمتك اليوم باش نقول لك بارك الله فيك على البرنامج تاعك. شكرا لك يعطيك الصحة، إن شاء الله كلنا نشارك معنا في الحصة وسيد سعيد يعطيك الصحة والمشاركة. شكرا إن شاء الله. مع السلامة، شكرا على المشاركة. شرفينا على نشوف الناس هذا اللي شافوا في الحصة، نحن اليوم بلباس مسلمة من جزائر العاصمة، والله يعني شرفينا، يعطيكم الصحة على المشاركة نتاعكم على الكلام الطيب هذا اللي يزيد يعطيني شجاعة أكثر أننا نكون معكم، وأنا دايما معكم دايما بكم لطلباتكم ولكل المشاكل اللي نناقشوها مع بعض ونحلوها، ونقول دايما إلى الموت للجنة عند الله سبحانه وتعالى ما نقدرش نسيبوها حي. شوفوا كاين اتصال آخر مع الأخ دحمت. ألو ألو صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. شكرا لك. مستمعة مسلمة. تفضل. الأخت أنا بون الأولى نشكرك على هذه الحفلة اللي تقدمها. شكرا لكم على المشاركة. وكي نسمعك ما نقدرش عليك زعما فاصل بليزير خاصكم أورودي كاين وحدة هما قالوا لي تصوتي شوية فدائية. وثاني انا نقول حاجه باللي ليسون باسي اللي سمعت فيها عيد متصل بك ما محكم على كنت على المرض يعني كنت نهضر عن جينيرال الموضوع مفتوح يعني
الوغ انا نقول باللي للناس سختو داك الرجل التالي اللي عيط انا نقولهم باللي حاجه واحده واحده اللي تعاونكم بالبزاف هي تطلبوا ربي نوض وصلي وطلب ربي ما تكرهش وما تعياش على خاطر علاش ربي هو كل شيء خاطر علاش ربي الكل ما يحبكش ما يمدلكش المرض ياك وربي هو الشافي وثاني صافي حتى انا مرضت وحتى انا سمعوني بزاف هدايل بصح الحمد لله كنت صايبه اللي صوتني لي صايبه راجلي صايبه بابا وماما والحمد لله مالكري امين مالكري بابا تاني مسكين راه مريض وهكذاك وهم ومتعاونين وما قولوا ما نسمحوش ببعضنا بعض وثاني حاجه كيفاش نقول لك الناس ما خصهاش تطيح المغال تاعها في كل شيء يعني ما نضخموش الامور مش ثلاثه معاها ثلاثه الاولى تحكي لك ديكوتيا هذا سير لك ديكوتيا ولا تقعد راسك على ديك الهضره اذكر استغفر قد ربي يعني شك تعطي ولا لك الدر ولا لك تمشى اذكر اذكر ربي شحال ما تذكره شحال ما تستعين به بابا مسكينة سنسالو على رمضان اللي فات عمل اوبيراسيون ومات لهم في وسط البلوك وفاك كان كوراجو وربي بيان سيغ هو الاول والحمد لله ربي رده لنا وعايش معانا وعطى يسوفري بصح الحمد لله. نقول لك ماشي ماضي يكثر سيدي الاعزاز. شحال ما نكونوا متمسكين في راسي غير انا ديجا نغني من جانب عاود نفسي كنقول لك انا نحسن قليله لان ثقه يعني في انفسنا ولو اني يعني بالاراده بالشجاعه بالايمان قوي نوصلوا حتى يعني هذا الجانب نتاع انا جيت نشكي منها في القصه
I'm going to go to the next one.
I'm going to go to the next slide.